قال ابن الأبري في صفحة 255 قال سنة 42 642 هجري وفيها سير السلطان غياث الدين جيشا عظيما إلى مدينة طرسوس فحاصروها مدة وضيقوا عليها وكادوا يفتحونها عنوة فاتفق أن مات السلطان غياث الدين في تلك الأيام وكان السلطان غياث الدين مقبلا على لاحظ هذه مواصفات سلطان الدين لاحظ السلطان غياث الدين ما شاء الله كيف سيغاث الدين على يد غياث الدين السلطان الذي يصفه ابن العبري وغير ابن العبري يقول كان غياث الدين وكان السلطان غياث الدين إمام ابن تيمية خليفة ابن تيمية قائد ابن تيمية قدوة ابن تيمية هذا غياث الدين السلجوقي التركي يقول كان مقبلا على المجون وشرب الشراب غير مرضي الطريقة منغمسا في الشهوات الموبقة لاحظ كل هذه الأفعال ومع هذا يتحدثون عن الإسماعيلية عن الباطنية عن الحشاشة عن الملاحدة يصفونهم بالملاحدة وأي إلحاد بعد هذا وأي زندقة بعد هذه الأفعال التي يقوم بها أمة ابن تيمية وابن تيمية واتباع ابن تيمية مجون وشرب وشراب ورقص وغناء وطرب وولدان وصبيان وشاب أمرد ورفاق الشاب الأمرد من الأرباب أي زندقة وأي إلحاد هذا حتى يقارن مع إلحاد الإسماعيلية لا يوجد مقارنة لكن مع هذا جرت الأمور وسار الإعلام الباطل المدلس على أن الإسماعيلية ملاحدة وهم ملاحدة وعلى أن هؤلاء الملاحدة وأصل الإلحاد أئمة ابن تيمية يقولون هذه هؤلاء من الدول المقدسة والقدسية والأئمة المقدسة والقدسية والخلفاء والأئمة التي يفترض على الجميع الإطاعة لها يقول كان هذا سلطان غياث الدين الخليفة الإمام مقبلا على المجون وشرب الشراب غير مرضي الطريقة منغمسا في الشهوات الموبقة وخلف غياث الدين ما هذا الغياث وما هذه التربية وما هؤلاء الأبناء الذين سيخلفهم غياث الدين يقول ثلاثة بنين عز الدين وركن الدين وعلاء الدين ما شاء الله قام الدين بهم غياث الدين وعز الدين وركن الدين وعلاء الدين ويستكثر هذه مثل هذه التسميات ومثل هذه العناوين ومنها ومثل هذه الألقاب على الفاطميين وعلى الدولة الفاطمية وعلى الشيعة وعلى الإمامية وعلى أمة أهل البيت وأمة باقي الطوائف الإسلامية يقول وخلف غياث الدين ثلاثة بنين عز الدين وركن الدين وعلاء الدين فولي السلطنة عز الدين وهو الكبير وحلف له الأمراء وخطب له على المنابر أو خطب له على المنابر أقول سبحان الله منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنزو عليه القردة من أهل الخمور والرقص والغناء والنساء والولدان والمجون والفسوق والإجرام فعن سهل بن سعد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية أو بني مروان رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات وأنزل الله عز وجل في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن